التنافس الإمبريالي والاندلاع الحرب العالمية الأولى. كلنا عارفين أن أول سبب مباشر للحرب العالمية الأولى هو القتل ديال الطالب الصربي غافريلو برينسيب الولي عهد نمسا فرانس فرديناند. ولكن راه قبل ما يوقع هذا الحادث اللي سبب في الحرب العالمية الأولى، كانت من قبل هذا الحادث واحد الأحداث اللي كانت كتشير أن واحد الحرب دموية كبيرة غتوقع. هذه الأحداث هي التنافس الإمبريالي اللي غنشرحه في هذا الدرس. فشنا هي المظاهر ديال هذا التنافس الإمبريالي؟ وشنا هي الوسائل ديال هذا التنافس الإمبريالي؟ وشنا هما الأزمات الدولية والعلاقة ديال هذه الأزمات الدولية بالاندلاع ديال الحرب العالمية الأولى؟ غنبداو بالمظاهر ديال التنافس الإمبريالي. المظاهر ديال التنافس الإمبريالي كانوا جوج: التنافس الاقتصادي والتنافس السياسي. التنافس الاقتصادي كان ما بين ثلاثة ديال الدول، كانت فرنسا وكانت إنجلترا وكانت الإمبراطورية الألمانية اللي الله تكونت في 1871. هاد الدول بثلاثة كانوا طامعين في المناطق ديال البلقان والمناطق ديال إفريقيا، وخصوصا المناطق ديال النفوذ، دوك المناطق اللي يمكن لأي دولة تستثمر فيهم وتخليهم يخدموا الاقتصاد ديال الدولة ديالها. وما ننسوش أن في الدرس اللي فات ختمت لكم باللي راه واخا كانت هذيك التحولات في العالم في القرن 19 واخا كانت إيجابية، ولكن راه كانت عندها واحد السلبيات هي اللي خلت هذا التنافس الإمبريالي يطرى. فألمانيا وفرنسا وإنجلترا واخا كان عندهم داك الإنتاج كبير وواحد المردودية كبيرة، ولكن فاش يصرفوا داك الفائض ديال الإنتاج كان خاصهم يلقاو شي مناطق بحال المناطق ديال إفريقيا والمناطق اللي في البلقان. وماشي غير الفائض ديال الإنتاج، بل حتى الفائض البشري. فكان عندهم واحد البشر كتير، يعني كما قلنا في الدرس اللي فات أن ديك التحولات خلات شي مدن يوليو مليونية، يعني مليون ديال البشر في مدينة واحدة. دونك كانوا باغين يتخلصوا منهم في هاد المناطق، هذه المناطق ديال إفريقيا والمناطق ديال البلقان. بالنسبة للمناطق اللي في البلقان كانت صربيا، رومانيا، بلغاريا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، اليونان، ألبانيا. أما المناطق الإفريقية اللي كنهضروا عليها فهي المناطق اللي كاينة في القارة الإفريقية بصفة عامة، كاين الجزائر، كاين تونس، كاين ليبيا، كاين حنايا، كاين تقريبا القارة الإفريقية كاملة. دابا سالينا من التنافس الاقتصادي، غندوزو للتنافس السياسي. التنافس السياسي كانت كل دولة أوروبية بغى حقها من الحلوة، يعني إنجلترا كانت كتستهدف الهند بواحد الشكل كبير، وكانت كتشوف أن النمو ديال القوة البحرية في ألمانيا غتشكل عليها واحد الخطر اللي كبير بزاف، وما غتخليهاش تحكم السيطرة ديالها بالهند. أما بالنسبة لألمانيا فحتى هي كانت بغى توسع المستعمرات ديالها على إنجلترا وفرنسا. الإمبراطورية الألمانية كانت موجهة التركيز ديالها في غرب أوروبا فقط. وأخيرا فرنسا اللي كانت باغا ترجع ديك الألزاس واللورين اللي خدتها منها ألمانيا. فألمانيا في 1871 كانت هرفات على واحد المنطقة سميتها الألزاس واللورين، الفرنسا هرفات عليها وردتها ديالها. دونك فرنسا كانت باغا ترجع ديك الألزاس واللورين وباغا تكبر الإمبراطورية الاستعمارية ديالها في شمال إفريقيا. فكان هذا هو التنافس السياسي اللي كان ما بين إنجلترا والإمبراطورية الألمانية وفرنسا. هكا غنكونوا سالينا مظاهر التنافس الإمبريالي. غندخلوا للوسائل ديال التنافس الإمبريالي. كانوا ثلاثة ديال الوسائل ديال التنافس الإمبريالي، كانوا الأحلاف، وكان التسابق نحو التسلح، وكان التغلغل السلمي. هادو بثلاثة غنشرحوهم بالتفصيل الممل. بالنسبة للأحلاف كانوا جوج ديال الأحلاف، كان التحالف الثلاثي، مسمي بالتحالف الثلاثي حيتاش كانت فيه ألمانيا والنمسا وهنغاريا، وكانوا ضد الوفاق الثلاثي. هذا الوفاق الثلاثي كانت فيه فرنسا وروسيا القيصرية، يعني الاتحاد السوفيتي، وإنجلترا، يعني بريطانيا بصفة عامة. هذا التحالف الثلاثي هو اللي كان كيتسمى بدول المحور، كانت فيه ألمانيا والنمسا وإيطاليا. أما الوفاق الثلاثي هو اللي كان كيتسمى بدول الحلفاء، ففين ما تسمع دول الحلفاء عرفها فرنسا، الاتحاد السوفيتي، وبريطانيا يعني إنجلترا. فهاد الأحلاف بهذا الشكل كان وسيلة من وسائل التنافس الإمبريالي.
ندوزو دابا للتسابق نحو التسلح. ففي الفتره قبل ما تبدا الحرب العالميه الاولى كانت كل دوله كتنش على الكباله ديالها، كل دوله كترفع من اعداد الجيوش وكتتطور من داك العتاد العسكري، كل دوله كانت كتزيد من المصانع ديال الاسلحه، وهذا الشيء اللي كان كيمهد ان واحد الحرب عالميه غادي تنوض. واخا ما كانت لا حرب لا والو، كل دوله اوروبيه كانت كتوجد راسها وكانت كتسلح، حيت كانوا عارفين من بعد هذا التنافس الامبريالي ضروري تجي واحد الحرب كبيره بيناتهم. دونك كانوا كيتسلحوا باش حتى الى نط شي حرب يلقاو راسهم مسلحين، ماشي عاد غيتسلحوا. وهذه كانت هي الوسيله الثانيه من وسائل التنافس الامبريالي. الوسيله الثالثه هي التغلغل السلمي. شنو هو التغلغل السلمي؟ هو واحد التغلغل ما فيه لا حرب لا والو، سلمي ما فيه لا صداع لا حتى شي حاجه. هذا التغلغل هذا دارته النمسا. فالنمسا كانت كتدخل بواحد الطريقه سلميه للمناطق ديال البلقان، كانت كتصيفط الترانات كيمشيو يسنيو معاهدات تجاريه وكيرجعوا في حالهم، وهاد المعاهدات التجاريه كانت مستفده بها بالبيان في الاقتصاد، وماشي غير الخطوط السككيه فقط، فراح حتى الملاحه كانت كتنشطها في واحد النهر سميتو الدانوب، وهاد القضيه حتى هي كانت نافعها مزيان. هكا غنكونوا سالينا الوسائل ديال التنافس الامبريالي. الوسائل اللي ذكرناها هي الاحلاف، التسابق نحو التسلح، والتغلغل السلمي ديال النمسا. دابا غندوزو لاخر حاجه اللي هي الازمات الدوليه والعلاقه ديالها بالحرب العالميه الاولى. اول ازمه هي الازمه ديال 1905. هاد الازمه هذه كانت فيها فرنسا والمانيا. فالمانيا صفتات واحد الامبراطور الماني سميتو غيوم الثاني، صفتاتو لطنجة في 1905. فهاد الامبراطور هذا ما كانش حامل داك المخطط الاستعماري اللي دارته فرنسا على المغرب، وكان كيعتبرو تبرهيش ديبلوماسي كان كيضرب في المانيا. فسيناو واحد المؤتمر سميتو مؤتمر الجزيرة الخضراء في 1906 باش يحلوا دوك الخلافات اللي كانت ما بين فرنسا والمانيا على المغرب. الأزمة الثانية اللي كانت جاية في الطريق هي الأزمة ديال أكادير في 1911. ففي 1911 كانت غتنوض واحد الحرب كبيرة ما بين فرنسا وألمانيا. ففرنسا صفتات واحد الحملة حربية لفاس، وألمانيا كذلك صفتات واحد البارجة كبيرة، بارجة حربية لأكادير. ولكن في آخر المطاف قرروا أنهم يساليوا هذه الأزمة هذه وما يسينيوا واحد الاتفاقية سميتها اتفاقية برلين في 1911. في هذه الاتفاقية هذه فرنسا سمحت لألمانيا على التيوري أنها تأخذ واحد الجزء من الكونغو. ففرنسا كانت مستعمرة الكونغو، وبالفعل سمحت لألمانيا أنها تأخذ واحد شوية من الكونغو وتنسى عليها المغرب. هادو كانوا جوج أزمات على المغرب. أجي نشوفوا دابا الأزمات البلقانية اللي طرات قبل الحرب العالمية الأولى. فالأزمة البلقانية الأولى كانت في 1908. هاد الأزمة هذه كيفاش وقعت؟ وقعت حيتاش النمسا ضمات البوسنة والهرسيك وما داتهاش في الرغبة ديال صربيا. فصربيا كانت باغا دير الوحدة اليوغوسلافيا اللي كانت داخلة فيها البوسنة والهرسيك، ولكن النمسا ما عطاتهاش اعتبار، ما سوتها لهاش، ونضت ضمات البوسنة والهرسيك. فهكذا نضت واحد التوترات ما بين صربيا والنمسا. الأزمة البلقانية الثانية كانت في 1913. هاد الأزمة هذه كانت غريبة واحد شوية. هاد الأزمة شاركت فيها الدول البلقانية، فصربيا واليونان وبلغاريا نادوا داروا واحد العصبة وسموها العصبة البلقانية، ومشاو يتحاربوا مع الدولة العثمانية ضد الأتراك. فهاد العصبة البلقانية غلبات الأتراك بواحد الوحشية كبيرة، وخلاتهم يتخلاو على كاع الممتلكات ديالهم اللي كاينة في البلقان. ولكن المصيبة اللي طرات هي أن هذه العصبة البلقانية اللي فيها صربيا واليونان وبلغاريا حتى هي طرا فيها مشكل، ونات واحد الحرب ما بين بلغاريا وصربيا. علاش؟ حيتاش فاش غلبوا الدولة العثمانية، فاش غلبوا الأتراك، ديك الغنائم ديال الحرب اللي خداوها ما عرفوش كيفاش يقسموها، ونات الحرب بيناتهم. ولكن في الأخر صربيا هي اللي انتصرت وهي اللي دات الغنائم. فبخلاصة الحرب العالمية الأولى راه ما ناضتش بسبب اغتيال ولي عهد نمسا على يد طالب صربي اللي كلنا عارفينه، راه ناضتش بسبب التنافس الامبريالي اللي كان سبب غير مباشر. فالحرب كانت نايضة نايضة، ولكن الاغتيال ديال ولي عهد نمسا فرانس فرديناند
على يد داك الطالب السربي غافريلو برينسيب كانت هي الشرارة الأولى ديال الحرب العالمية الأولى. عرض الجهوي مفتوح دابا، إلا عندك الجهوي هاد العام أو لا عندك باك حر علمي وبغيتي توجد الجهوي، هاد العرض غادي ينفعك بزاف. فيه المواد بربعة: الاجتماعيات، التربية الإسلامية، العربية والفرنسية. المواد ديال الجهوي كاملة في هاد العرض، غادي نشرح الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنة. هتستافد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك. سواء عندك سيزيام يعني ولا باك علمي أو لا عندك باك حر علمي، غادي تستافد من هاد العرض. اللي حاب يتسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب وغيجاوبك على طريقة تسجيل وكلش. غنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجهوي.